بسبب الفيديوهات الأخيرة التي أعلنت على القناة المتعلقة عن موقع أمازون، الكثير من الأشخاص تسألنا ما الفرق بين موقع إيباي وموقع أمازون. لذا في هذا الفيديو سأجيب على أسئلتكم. موقع إيباي وموقع أمازون يختلفان تماماً عن بعضهما وبعدة عوامل. الاختلاف الأول هو شكل الموقع. إذا لاحظتم في موقع إيباي، كل تاجر يمكنه إعلان أي منتج يريد للبيع وإنشاء صفحة مبيعات خاصة به. لذا نرى عدة نتائج بحث عن منتج معين إذا بحثنا عنه في الموقع. أما بالنسبة لموقع أمازون، الموقع مبني ككتالوج، أي سنرى المنتج مرة واحدة فقط وجميع التجار الذي ستبيعه موجودة داخل صفحة المبيعات هذه. الاختلاف الثاني طرق البيع المتوفرة بالموقع. في موقع إيباي يوجد عدة طرق بيع مثل المزاد العلني، الباي إت ناو، الأوكشن، الباي إت ناو بيست أوفر، أي إمكانية المفاصلة. أما في موقع أمازون يوجد فقط طريقة بيع واحدة وهي طريقة الباي إت ناو دون أي إمكانية المفاصلة أو المزايدة. الاختلاف الثالث، الموقع يبيع منتجات بنفسه. موقع أمازون يبيع منتجات بنفسه. تقريبا 60% من المنتجات المعلنة بموقع أمازون، أمازون نفسه يبيعها. أما بالنسبة لموقع إيباي فهو لا يبيع أي منتجات بنفسه، فهو معتبر كحلقة وصل بين التجار والمشترين وليس أكثر. الاختلاف الرابع طرق الشحن وإدارة المخزون. موقع أمازون يمتلك مخازن الـ FBA الموزعة في جميع أنحاء أمريكا، وتعطي الإمكانية للتجار شحن منتجاتهم لهذه المخازن وإدارة تغليف المنتجات وشحنها نيابة عنهم، مما يسهل على التجار التركيز على مواضيع مهمة أكثر مثل تسويق المنتجات وإيجاد منتجات أخرى لتخزينها في مخازن الأمازون. أما بالنسبة لموقع إيباي فهو لا يمتلك أي مخازن ولا يوفر خدمات تخزين منتجات للتجار أو شحنها نيابة عنهم. كل تاجر مسؤول عن شحن المنتجات بنفسه. الاختلاف الخامس خطط العمل بالمواقع. بسبب مخازن الـ FBA الخاصة لموقع أمازون، ظهرت عدة خطط عمل جديدة في عالم التجارة الإلكترونية التي يمكن استخدامها في موقع الأمازون وليس في موقع الإيباي، مثل طريقة البرايفت ليبل، وهي عبارة عن إنتاج منتج حصري لك مع الشعار اللوجو الخاص بك وشحنه لمخازن الأمازون وتسويقه داخل الموقع. أو طريقة الأونلاين أربيتراج، وهي عبارة عن شراء منتجات بأسعار رخيصة جدا داخل أمريكا وشحنها لمخازن الأمازون وبيعها بأسعار أعلى وربح الفارق. هذه خطة البيع لا يمكنك استعمالها على موقع إيباي، لأن موقع إيباي لا يمتلك أي مخزن لنرسل إليه هذه المنتجات. الاختلاف السادس طرق التسويق الداخلية على المواقع. في موقع إيباي يوجد نظام تسويقي داخلي يعتمد على تعريف نسبة معينة من المبلغ المنتج مقابل إيباي يسوق هذا المنتج داخل موقعه، وإذا حصلت بيعة من خلال الصفحة المروجة إيباي سيأخذ نسبة معينة التي سنعرفها. هذا البرنامج في الإيباي يسمى البروموتد ليستينج. أما في الأمازون طريقة التسويق مختلفة تماما، وهي تعتمد على نظام PPC اختصار لPay Per Click، تماما مثل الإعلانات على موقع جوجل. الاختلاف السابع القيود الأولية للتجار الجدد. في موقع إيباي كل تاجر جديد يشترك بالموقع سيكون مقيد ببيع 10 قطع بمبلغ لا يزيد عن $500، ولكن يمكنه بيع أي منتج يريده. أما بالنسبة لموقع أمازون، التاجر الجديد بالموقع يمكنه بيع الكمية التي يريدها بالمبلغ الذي يريده، ولكن أمازون لن يسمح له ببيع في جميع الفئات بالموقع مثل فئات التجميل، الغذاء، المجوهرات، الملابس والعناية الشخصية. هذه الفئات لا يمكنكم البيع بها. الاختلاف الثامن والأخير هي إمكانيات الشحن. عند التعامل مع مخازن الـ FBA الخاصة للأمازون، نحن سنكون مقيدين في شحن المنتجات فقط للدولة الموجود بها المخزن. أي إذا تعاملنا مع أمازون أمريكا، أمازون.com، وشحننا منتجاتنا لمخازنه،
المخزن سيشحن فقط للمشترين داخل أمريكا، أو إذا تعاملنا مع أمازون بريطانيا المخزن سيشحن فقط للمشترين داخل بريطانيا. أما في موقع إيباي نحن نشحن المنتجات بنفسنا، فيمكننا شحنها لأي دولة نريد. كما نرى يوجد فرق كبير جدا بين المواقع، وكل موقع يعمل بطريقة مختلفة عن الأخرى. في النهاية لا يمكنني القول أنه يوجد موقع أفضل من الثاني، لأنه هذه المواقع هي المسيطرة في عالم التجارة الإلكترونية، لذا دائما أفضل البيع في كلاهما. والآن سؤال اليوم هو: في أي موقع أنت تبيع ولماذا تفضله عن الباقي؟ اكتب لي بالتعليقات الإجابة، وممكن أن أقنعك للاشتراك بموقع آخر يحسن مبلغ مبيعاتك الشهري. ولكل من لم يشترك بعد بالقناة اضغط على مربع الاشتراك، وإذا أحببت الفيديو اضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.